شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، تنشكركم على هذه المعطيات اللي عطيتونا، ونبغي باسم فريق التجمع الوطني الأحرار نوهو بمختلف الإجراءات الحكومية المهمة اللي مكنات من إعادة الاعتبار للأمازيغية، واللي منها ورش إدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية ودعم استعمالها اللي خصصت له الحكومة 300 مليون درهم في أفق يوصل 100 مليار درهم في السنوات الجاية، وكذلك المجهود المحمود في قطاعات التعليم والعدل والقطاع السمعي البصري. لكن السيدة الوزيرة، في مقابل هذه الإنجازات الغير المسبوقة في الأمازيغية، كتبقى معاناة المواطنين مع تغول اللغة الفرنسية في المعاملات المعلوماتية الإدارية نقطة سوداء، واللي تيتم على حساب حقوق اللغتين الرسميتين الوطنيتين العربية والأمازيغية. وهذا الشيء السيدة الوزيرة ما خصوش يكون، لأن باقي عندنا عجز باش نتجاوزوا الفرنسية في منظومتنا المعلوماتية الإدارية. السيدة الوزيرة، حنا مع التنوع اللغوي بطبيعة الحال في التدبير الإداري، ولكن خصو يكون بوسيله مقننه ما تسلبش الحقوق ديال اللغتين الرسميتين. لهذا السيده الوزيره، باش نضمنوا سمو هذه اللغتين الرسميتين على مستوى التدبير الاداري والمعلوماتي، خصنا نكرسوا مكانه اللغتين في الاداره والتعليم والمنظومات المعلوماتيه لتتسير الاداره وفي كل مناحي الحياه العامه. وهذا هو المامول فيكم. شكرا السيده.